لما جت الساعه 2 و4 دقائق انا شايل ببص لهم وواقف، كنا لابسين الجاكيته اللي مليانه المهمات والمعدات، وببص ايه موقفهم لما هقول لهم اقتحم اقتحم للامام، هيزقوا شكاير الرمله ازاي اللي قدامهم اللي احنا مدارين وراها في الساتر التراب الصغير بتاعنا، احنا هنا ارتفاعه بتاع 3 متر، وكم واحد هيتراجع ولا كلهم هيتراجعوا ويهربوا هيخافوا من الموت؟ ما هو الميه نزول ميه يعني موت مؤكد لا محاله. وبالتالي ما كانش قدامي غير اني انتظر الامل في رحمه ربنا وفي جنودي انهم يطلعوا رجاله. بصفر اول ما قلت اهجم للامام لقيت حاله هستيريا من السعاده والابتسام. ايه ده؟ ناس بتوجه الموت بالسعاده دي بالكامل بالكامل، واخده بال حضرتك؟ حاله سعاده رفعت معنوياتي. بقول لك انا صنيعه جنودي، جنودي هم اولادي، هم اللي صنعوني، هم اللي شجعوني، هم اللي قووني، تمام؟ رجال من فولاذ، رجال مصريين، تمام، يستحقوا كلمه ان هم يكونوا مصريين، ويستحقوا كلمه الرسول عليه الصلاه والسلام انزلوا مصر فان بها خير اجناد الارض. وبالفعل كانوا خير اجناد الارض ونزلوا الميه، وربنا مش حد تاني خلى مفيش اسرائيل يكون في القطاع بتاعنا، عدينا كلنا بالسلامه، تمام، في منطقه الموت ما خسرناش واحد، في المنطقه الموت ما حدش توفى ولا استشهد ولا اصيب. طلعنا الساتر الترابي، سينا مفتوح، اول مره اشوف سينا بقى في النهار، لان المرتين اللي دخلتهم في حرب الاستنزاف كانوا بالليل، لكن الدور ده بقى صعقة مش مهمتها انها تحارب في النهار، لكن الاوامر كده. دخلنا نقاتل في النهار، 13 دبابة سرية اسرائيلية لازم هتيجي تاخد المصطبة على عمق 1800 متر. 1800 متر دي ليها مفاهيم معينة في العسكرية عشان المدى بتاع المدفع بتاع الدبابة والاخره، وازاي هيضربوا القوات الرئيسية من على المصاطب ديت، مصاطب ارض مرتفعة يعني، وفي مكان لكل دبابة، فازاي نستولى على المصطبة دي قبل ما هم يجولها من الثمانية كيلو اللي هم عاملين فيها الملاجئ بتاعتهم في العمق. كل ده خط بارليف، منظومة خط بارليف بتبدأ من عند المية، من جوه المية ناحيتنا احنا في الشق في الغرب لحد 8 كيلو على الاقل جوه. المهم خدناها جري جوه بقى، لا في حتة لقطة هنا تانية، لقطة اللي هي وانا نازل على الساتر الترابي ببص على الجنود، لقيت العلم بتاع مصر، الجنود 5 جنود بقيادة محمد قطب الزفتاوي، تمام، بيثبتوا سارية بتاعت العلم بتاع مصر. لا لا، هنا بقى مش هعرف اتكلم، مطلوب حد يعلمني اللغة العربية من جديد عشان الاقي الالفاظ اللي تليق بمنظر علم مصر وهو بيرفرف. انسوا اي حد فرح يوم فرحه، يوم رزقه بثروة مالية، رزقه بأولاد، رزقه ببنات، رزقه بأي بشهادة عالية، لا 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 لا. علم مصر لما يرفرف على أرض سينا والهواء كان بارد سائع شوية وجميل وجديد والعلم عمال يرفرف، أنا حسيت إن أنا برقص وأنا نازل على الساتر الترابي. أنا اللحظة دي مش هقدر أنساها.